وحين موعدنا مع آخر أخبار التكنولوجيا والتطبيقات في فقرة أبديت. نتابع. Let's dance. عقدت شركة أمازون مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث أجهزتها الذكية التي تضمنت هذا العام عدداً من المفاجآت لجمهور السوق التقني، حيث قدمت الشركة الأمريكية أول روبوت منزلي لها أسترو، وهو عبارة عن روبوت بشاشة تعرض وجهاً يقوم بتعبيرات مختلفة للتفاعل مع أوامر المستخدمين، كما أنه مزود بعجلتين كبيرتين تساعداه على التحرك بحرية. هذا ما I miss you. I miss you too. Hey, you got the toy I sent. Yeah, I love it. ويحمل أسترو نظام تنقل ذكي قادرا على تفادي العقبات والتوقف المفاجئ لتجنب الاصطدام بأي أجسام متحركة في المنزل مثل الحيوانات الأليفة، كما أنه مزود بكاميرا منظارية يمكن التحكم بارتفاع تثبيتها لتدرك مختلف الأجسام المواجهة للروبوت. يعمل أسترو كحارس أمن للمنزل في غياب أصحابه من خلال ميزة أليكسا جارد التي تسمح له بإدراك أصوات كسر الزجاج وصفارات إنذار الحريق، بحيث يقوم مباشرة في تلك الحالات المماثلة بتنبيه أصحاب المنزل على هواتفهم الذكية. وللحفاظ على الخصوصية، طورت أمازون إعدادات للخصوصية على متن أسترو كي تسمح للمستخدمين بتحديد غرف معينة يحظر دخوله إليها، كما يمكنهم بضغطة زر واحد غلق الميكروفون والكاميرا ومستشعرات الحركة على متنه. وأطلقت أمازون كذلك الجيل الجديد من سوارها الذكي للياقة البدنية هيلو فيو، وهذه المرة سيصل مزوداً بشاشة ملونة تتيح العديد من المعلومات مثل حساب خطوات المستخدم ومتابعة ورصد أنشطته الجسدية كافة، إلى جانب السماح بمتابعة الإشعارات المختلفة. وتدعم أمازون الجيل الجديد بعدد كبير من الخدمات ووصفات الطعام الصحية عبر خدمتها هيلو للهواتف الذكية، بحيث يمكن للمستخدم الحصول باستمرار على التمارين المناسبة لنمط حياته الصحية ولياقته البدنية، إلى جانب قدرته على متابعة تطوره من داخل التطبيق نفسه. Hi, Grandpa. Hi, Scout. Are we gonna play this puzzle together? Yeah, the pieces are coming in. تستهدف الشركة الأطفال هذا العام عبر جهاز مكالمات الفيديو التفاعلية أمازون جلو، وهو جهاز يعتمد على كاميرا لإجراء مكالمات فيديو تقليدية، ولكنه مزود بجهاز عرض بروجيكتور بحيث يسمح بعرض محتوى ترفيهي مثل الألعاب على أي سطح. ويكون هذا العرض تفاعلياً، ويمكن للأطفال التفاعل معه باللمس بأصابعهم بحرية. ويحمل الجهاز الجديد غطاءً للكاميرا، بحيث يضمن خصوصية الأطفال بشكل مستمر. وتعمل العديد من الشركات الكبرى على تطوير محتوى لجهاز أمازون جلو الجديد، مثل نيكلوديون وديزني وماتيل. Tomorrow. I'll see you tomorrow. I love you. Bye. ومواصلين وياكم مشاهدينا في آخر فقرات حلقتنا لليوم بعد الفاصل. غيث الهايم فنان والطيار، فكيف جمع بينهما؟ ضيفنا اليوم فنان إماراتي بدأ خطواته الفنية منذ نعومة أظافره ليصل للاحتراف، يبحث بإتقان عن كلماته ويختار أصعب الألحان ليضمن التميز. كان لعالم الطيران تأثير كبير في مسيرته الفنية والاجتماعية، فقد تعلم منه الانضباط والتركيز الذي استخدمه في النجاح بكلا المجالين معاً.
وفالحب معاش كلمة ينزل. بصوت متميز وموهبة لا تتكرر، جمع غيث الهايم الفنان الإماراتي بين شغفه وموهبته بحس فني وبين عمله كطيار، اختلاف كبير ولكنه جمع بينهما. بدأ غيث الغناء في سن 9 في إحدى المسابقات المدرسية، وتوقف لفترة ثم عاد في 2012 ليطرح أول أغنية له بعنوان يا روح روحي. صور غيث أيضاً العديد من الفيديو كليبات، وهو ما ينم عن موهبته التمثيلية بإحساس وتفاعل، فلكل أغنية بصمة خاصة وشعور مختلف. في 2015 شارك مع الفنان فيكتور سكوت أغنيته شوف غيري لتكون انطلاقة جديدة بمسيرته الفنية. وفي ظل ظروف جائحة كورونا 2020 لم يتوقف غيث، بل أطلق أغنيته ما عاش، وقال عنها إنها تعبر عن مرحلة مر بها في حياته وجاءت في وقتها لتعكس الإحساس الذي عاشه. وآخر أعماله كانت أغنية خلهم يروحون. وعن سبب قلة أعماله قال إنه يعود لصعوبة الاختيارات، لأنه يسعى أن يكون فنه خاصاً ومميزاً. وبجانب عمله كفنان وطيار، يعتبر غيث من رجال الأعمال، حيث يملك عدة شركات بدبي، منها إيكوا إفكت إيفنتس وإيكوالز تكنولوجي لتقنية المعلومات. ويرى أن الفن يخلق مع الإنسان مثلما تخلق الروح، مهما حاول أن يبتعد عنه لا يستطيع، ولديه طموح فني كبير ويحب الطيران كثيراً، ويرى أنه بإمكان الشخص أن يتميز في مجتمعه ويضع الرقم 1 نصب عينيه مثل وطنه الإمارات. غيث الهايم، يا هلا ويا مرحبا بك. يا شاء الله اختي ابتهال، ومشكورين على الاستضافة الطيبة هذه. الشكر موصول لك. مثل ما شفنا في التقرير، بديت مسيرتك الفنية عمرك 9 سنوات، ولكن كان في وقفة، كان في بريك لين 2012. شو سبب هذا التوقف؟ أول شيء تحية طيبة لكم وللقناة وإدارتها، الله يحييك، وللأساتذة اللي خلف الكاميرات وللمخرج. بناء على سؤالك الله يسلمك أختي ابتهال، التوقف هذا كان لظروف عديدة، منها ظروف عائلية، وكذلك في ذاك الزمان كنت يعني بعدني صغير وتينيجر، فكانت اهتماماتي كثير متشتتة ما بين الرياضة والخيل وكرة القدم، وكان تركيزي والفوكس مالي على الدراسة بشكل أكبر، يعني بالأخص مع الطيران. نعم، اخترت الطيران. نعم. شو كان السبب؟ وانت تو قلت ان اهتماماتك كانت كثيرة ويعني متنوعة، وكنت مشتت في اختيار المجال اللي انت تحبه وتبى تكمل فيه، فليش اخترت الطيران؟ الطيران هذا كان طموحي من صغري، يعني شغلة كنت كثير احبها وانا صغير، حتى اكثر العابي وانا صغير كانت عبارة عن طيارات والعاب طيارات. و هو مش تشتت الله يسلمك، لكن كل ما أجرب حاجة، في حاجات جربتها في حياتي لكن ما لقيت أنها تناسبني، وفي حاجات لقيتها أنها كثير قريبة على قلبي. نعم. وأنا من النوع اللي أجرب الحاجة وتعجبني وأحس أنها قريبة اللي يحبني أكمل فيها، فهذا كان السبب الرئيسي. وهذا مثال رائع أن الواحد مو بالضرورة يختار فقط مجال واحد، يعني ممكن أنه يكون عنده أكثر عن اهتمام ويحترف في أكثر من مجال. طبعا لابد. ما اعرف، يمكن انا شيء غريب في اني احب اكون اوت اوف ذا بوكس، يعني ما احب اعمل حاجات تقليديه دائما، دائما خارج عن المألوف. احاول ان اكون خارج عن المألوف لكن مش نشاز في نفس الوقت، احاول ان اعمل الحاجات اللي انا احبها في حياتي، اللي تخليني احس بقيمه الحياه اكثر. نعم. ما احب اعمل الحاجات اللي مفروضه علي دائما. نعم. إذا ممكن نقول شخصية عنيدة بعض الشيء. عنيدة مع نفسي إيه؟ نعم. أنا إنسان جدا عنيد مع نفسي، يعني أحيانا في أشياء أسويها وأشوف أنها يعني تأخذ كثير من وقتي، it consumes lots of energy،
لكن أقول في خاطري لا، دام إني حابها I have to go through it يعني. زين، أنت لازلت تزاول مهنة الطيران؟ نعم. أو كوجودك كطيار، استوالك موقف معين إن حد عرفك من المعجبين أو غنيت في الطيارة مثلاً؟ إني غنيت في الطيارة لا، لكن حد عرفني نعم، يعني تصادفني بين فترة وفترة أنا أطير مع ناس يعرفوني. ممكن أخذ سيلفي، ممكن أتكلم شوي وندردش، لكن لكل مقام مقال مثل ما يقولون، يعني وقت العمل عمل، ما يعني ما أحب تبكس أو تدمج بين المجالين. وأنا دامج بين المجالين، لكن أنا في يونيفورم معين في مكان معين، يعني أحسها يعني احتراما لوظيفتي وللمكان اللي أنا فيه يعني، فقط لا أكثر ولا أقل. احترافيا. نعم نعم. في الإنستغرام البايو أنت كاتب كلمتين كلهم. نعم. يروحون، هذه أغنيتك الجديدة. صحيح صحيح أم لا؟ ولكن هل أيضا مقصود منها رسالة؟ هي مقصود منها رسالة. لمن؟ رسالة نوعا ما فيها جزء شخصي وفيها جزء عام، والجزء العام هو الأكبر. يعني المقصد من خلهم يروحون، يعني أحيانا الإنسان يتمسك بشيء معين أو بشخص معين وعارف في قرار الداخل أن هذا الشخص أو هذا الشيء ما يناسبه، لكن يظل متمسك فيه. فأحيانا to let go أحيانا يكون أفضل الحلول. نعم. للأطراف كلها يعني. ومن أفضل الحلول الحين أن نسمع الأغنية بصوتك لايف في الاستوديو. إن شاء الله. فالج طيب، حاضر. الله يحضر لك الخير. خلهم يروحون، هم اللي يخسرون، يا قلبي ما منهم رجا وفاهم يخون، ما أعرف شلون حبيت بجنون، عاشرت عالم للأسف طلعوا ما يسوون، كل الخسارة مو مهم راح أنسى حبهم، راح أبقى عايش بس لي ومتبري منهم، هم إذا خانوا الوعد عملوا بصلهم، آني عمرهم لو رحت ما أرجع لهم. خلهم سؤال. وبالفعل ما ترجع لهم ولا ترجع؟ لا بد الواحد دائما يخلي خط للرجعة. نعم. ولكن لا يعني ذلك أن الرجعة تكون مثل ما كانت. بالفعل جميل جدا، عميق. عميق يا غيث. غنيت أغنية أخرى ظنيتهم عون وياي يبقون. هذا المقطع الثاني، وهذا أحلى مقطع، أحب تسمحي لي. إيه طبعاً. تسلمين. ظنيتهم عون وياي يبقون، عفوا لي بس جرح القلب ودموع العيون، بسيطة وتهون لازم يندمون، داريني كنت لهم جسر حتى يعبرون، أني خلاص تغيرت مو مثل الأول، ما انخدع بحد بعد ومفارق الكل، لا داعي للهم والتعب الوحدة أفضل، غير البعد من هالبشر ما عندي أي حل. الله الله، أنت بالفعل تفضل الوحدة الحين؟ أنا إنسان جداً اجتماعي أختي ابتهال، أنا جداً اجتماعي، ولكن الانعزال في بعض الأحيان أو في أحيان كثيرة بصراحة، في بعض الأوقات أنا أشوفه حاجة جداً إيجابية للإنسان اللي يراجع حساباته بينه وبين نفسه، اللي أحياناً اللي نسميها النويز، يعني الضجة، الضجة اللي حواليك، من هي مش ضجة، هي يعني الديستراكشنز اللي تصير من أحبابك وأصحابك وأصدقائك، تمام، أحياناً تبعدك شوية عن من أنت، لأن الإنسان دوم يتأثر بطاقات أخرى حواليه، فالانعزال شوية فترة بسيطة يعني تخليك ترجع لذاتك مثل ما أنت حاب تكون.
وأتوقع أن هذا الشيء يحتاج إلى أصدقاء بعد يتفهمون هذا الشيء. طبعاً. مو بأي حد ممكن أنه يفهم أن الشخص يبى فترة مي تايم. صح. فترة لانعزال ومثل ما قلت التأمل. فنشوف هذه الصورة لأحد الأصدقاء. الله. المايسترو حاتم منصور. أخ عزيز على قلبي وصديق وفي. يعني مواقف معاي كثيرة. من أكثر الناس اللي وقفوا مع غيث الهايم في بداياته ولليوم. لو تلاحظين آخر أربع أو ممكن ست أغاني تقريباً كلها أغلبها توزيع حاتم منصور. صحيح. حاتم على قولة إخواننا المصريين صاحب صاحبه. بالمناسبة دام حطيت صورة حاتم، أنا أحب أبارك له أول شغلة افتتاح قناته على اليوتيوب تافا تيفي، وإن شاء الله في عمل بيجمع أو في عملين بيجمعنا مع بعض، بيجمعونا مع بعض، واحد بينزل على قناة مايسترو حاتم والعمل الثاني إن شاء الله على قناتي على اليوتيوب. متى بنشوف هذا العمل أو هذا التعاون؟ إن شاء الله قريباً، يعني قبل نهاية السنة إذا الله أراد. إن شاء الله نتمنى لكم أثنين التوفيق ونقول لكم ألف مبروك. طول عمرك. كان لك تصريح غيث عن برامج المواهب. نعم. قلت أن الواحد إذا شارك في برنامج المواهب أو برامج المواهب لا تصنع النجوم، برغم أن شفنا الكثير من نجوم الصف الأول تخرجوا من برامج مواهب، فشو كان سبب هذا التصريح؟ أنا تصريح هذا الله يسلمك كان ما كنت أخص أشخاص معينة، لكن نعم. أتكلم بالعموم بشكل عام. بالعموم نعم. لو تحسبين عدد المشاركين في برامج المواهب كم نجم طلع؟ هذا هو السؤال اللي طرح نفسه. في ناس هي برامج المواهب أنا مش ضدها، بالعكس يعني تبرز أصوات أو فنانين معينين اللي وتختصر عليهم يعني مجهود كبير من الماركتينج ووصولهم للناس، لكن هذا لا يعني أن البرنامج هذا راح يصنع من الشخص هذا نجم. شو سبب أن في أشخاص يوم يطلعون من برامج المواهب أنها تنجم وأشخاص ثانيين لا، بالرغم أن الاثنين كان عندهم نفس الإكسبوجر أو نعم. نفس يعني الدعاية أو وصلوا لنفس الشريحة من الأشخاص؟ نعم، السبب الله يسلمك هو الاجتهاد الشخص نفسه. يعني في ناس كثار يعني أعرفهم شخصياً بغير ذكر أسامي، عندهم الإمكانيات الصوتية والمادية والمعنوية، لكنهم مش مهتمين في 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 المجال الفني، يعني عندهم اهتمامات أخرى. فهذا الشيء اللي أحس أنا إنه يفرق ما بين شخص وشخص. في فنانين يعني طلعوا في البرنامج وحطوا بلان إن أنا بكرة راح أعمل 1، 2، 3، 4. فموضوع البرنامج أنا بالنسبة لي هو مختصر للوقت والمجهود، ولكن لا يعني إنك تعتمد على حد، يجب أن تكمل الطريق وتعتمد على نفسك. طبعا. غيث تعرفنا عليك بعد كونك في هذه المهنة، كونك طيار أيضاً. نعم. ماذا عن غيث الطفل؟ وبنشوف هذه الصورة لغيث الطفل. الله. هني كان أعتقد عمري 7 سنين إذا ما خاب ظني. هذه الصورة أعتقد أنها كانت في المغرب. كنت شيطان. والله العظيم. شو كنت تسوي؟ مبين من عيوني. ما كنت أقعد، يعني I have too much energy. I still do. يعني ما أعرف شو السبب. يعني البارح أنا واصل من فيينا واليوم معاكم هني، وإن شاء الله مخلص المساء عندي كذا شغلة بسويها وبكرة كذا. ف I enjoy active life. أحب الحياة، أحب أن تكون حياتي نشطة. ففي صغري كان multiply by 10 يعني ضرب 10، عرفتي كيف؟ هم يقولون ان الاطفال اللي يلعوزون يعني اهلهم وهم صغار يوم يكبرون يكونون وايد هادين. صحيح. لكن هادي مو بالحاله. لا انا هادي لكن ستيل اكتف. اكتف. اذا نشيط وعندك الكثير من الاشياء، جدولك دائما مشغول. نعم. وشكرا لتواجدك ايضا وافساح المساحه لمشاهدينا انهم يتعرفون عليك اكثر. اتشرف. ماذا عن قصتك مع الخيل؟ الله. الخيل عشق من صغري، لكن ما سمحت لي الفرصة أني أمارس هذه الهواية.
فسبحان الله مع الأيام تعرفت على الفارس عبد الله الزعابي والملحن كذلك، تعاونت معاه في أغنية أنا ضر عيني، فهو ما شاء الله من أبطال دولة الإمارات في قفز الحواجز. نعم. فصدفة يا بتصدفة، فعن طريقه يعني خلاص قررت أن بالفعل أبتدي في هذا المجال. فأخذت حصانين الصراحة، هذا واحد منهم، هذا كان لقفز الحواجز، والثاني كان اسمه رهاليب للماراثون. لكن للأسف ما استمريت كثير، لأن الخيل يباله اهتمام كثير، الحصان يباله متابعة وتمرين وتواجد مع الحصان. فللأسف يعني ما تم معاي الخيول، لكني أمارس، أحاول أمارسها يعني فور فون بين فترة وفترة. جميل جدا أنك تخلي هذه الهواية. نعم. الحين سمعنا أغنية خلهم يروحون، مقطعين. نعم. منها. نعم. نبي نسمع أكثر إن شاء الله. فالج طيب، شو تبين تسمعين؟ اللي يعني يحب القلب. سمعت أغنية وايد عزيزة على قلبي، واللي أعتبرها ماي بيبي، اللي هي يا روح روحي، أول أغنية لي. سمعكم مقطع من حاضر. يا روح روحي ويا بعدها وشلي، صدق علي وحال بيني وبينك، لا يا بعد عمري وقلبي وكلي، يا غايبا عني من أيام وينك، لو قدرت في غيبتك وش حصلي، ما كان نامت يا ريش العين عينك، لو قدرت في غيبتك وش حصلي، ما كان نامت يا ريش العين عينك، انا ترى بعدك في هالكون ملي، داخل على الله ثم على والدينك. الله الله عليك غيث. الله يسعدك. نحن داهمنا الوقت للأسف، ولكن طبعا بعد نبى نعرف عن مشاريعك القادمة. نعم. هل بنشوف الألبوم، المزيد من الأغاني، أشياء بجانب كونك طيار أو بكونك أيضا في مجال ركوب الخيل، شو بنشوف من مشاريع؟ والله المشاريع عديدة أختي ابتهال، من كثر زحمة المشاريع اللي في راسي أحيانا أتلخبط من بينها، لكن إن شاء الله قلت لك مبدئيا إن شاء الله في غنيتين راح ينزلون قريبا إذا الله أراد. واحدة منهم احتمال تتصور فيديو كليب مع مخرج جدا أحبه، بس ما بصرح عن اسمه حاليا. بندور من إن شاء الله المخرجين اللي اللي يحبهم، تلقين صورتي وياه على الانستغرام إن شاء الله. طول عمرك. That's a good hint، أو هذا دليل جميل. الله يسعدك. في النهاية هل عندك أي كلمة أخيرة أو نصيحة خصوصا للشباب؟ نصيحتي للشباب وحتى للشياب، من صبر نال الصبر. اللي عنده هدف في حياته وهدف واضح، الحياة مش سهلة، الحياة عبارة عن محطات، وكل محطة لها تشالنج، لها تحدي أو تحديات في بعض الأحيان، فلازم أن الواحد يصبر، ولازم أنه يتحمل جميع الأمور هذه، ويعرف كيف يتخطى جميع العقبات اللي في حياته عشان يوصل للي يريده. يمكن مش اليوم ولا باكر، يمكن بعد 10 سنين، لكن خلي إيمانك في نفسك قوي. وأصبر. نعم، شكراً جزيلاً، شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بحضورك اليوم ويانا خيس. طول عمرك، مشكورين جزيلاً، وأعيد شكري وامتناني لكم على الدعوة هذه والاستضافة. بيض الله ويهكم، واتمنى لكم ان شاء الله التقدم الاكثر والاكثر، وان شاء الله تكونون في اعلى المراتب يا رب. امين يا رب العالمين لنا جميعا.